أخلاقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم. فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم. إن صلحت أصلحت الدنيا عاش الإنسان بخير حياة. اتفاقية سيداو قبل ذلك أعرف فقط عن اتفاقية كي يتسنى الجميع فهم ما ورد فيها. هي اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وهي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18/12/1979، عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34108، دخلت حيز التنفيذ في سنة 1981. جاءت هذه الاتفاقية متضمنة لـ30 مادة بالإضافة إلى الديباجة بهدف توضيح الحقوق الأساسية للمرأة والمساواة بين الجنسين، وكذا لمكافحة كل آثار التمييز ضد المرأة والتي قد تجعلها عاجزة أمام الرجل. عرفت الاتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأة بأنه أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه تهوين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط يمنعها من التمتع بهذه الحقوق بصرف النظر عن حالاتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل. انضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقية في سنة 1996. المساواة دون إطالة، المساواة في سيداو مطلقة. تركز الاتفاقية على المساواة المطلقة بين الجنسين في جميع الميادين، وتلزم الدول بالتزامين، التزام قانوني والتزام عملي. الالتزام القانوني يتمثل في إلزام الدول بتضمين مبدأ المساواة في دستورها وكافة التشريعات الوطنية، ومراجعة كافة التشريعات بهدف إلغاء جميع النصوص القانونية القائمة التي تتضمن أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة بسبب الجنس في القوانين المدنية، في مجال العمل، في قانون العقوبات وكل القوانين ذات الصلة. أما الالتزام العملي فيعني الالتزام بالتطبيق العملي لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات الحيوية للمرأة التي نصت عليها الاتفاقية، وذلك عن طريق اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة الأخرى بهدف إلغاء كافة الأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة. موقف الجزائر من سيداو. التزمت الجزائر باتفاقية سيداو، غير أنها كباقي الدول العربية تحفظت على البعض المواد التي رأت أنها تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن هذه المواد المادة 2، المادة 9، المادة 15 فقرة رابعة، المادة 16، المادة 29، وهذه التحفظات أيضا لمخالفتها للشريعة ولمخالفتها للقوانين الجزائرية، كما هو الحال بالنسبة لقانون الجنسية كما سيأتي بيانه. مجمل ذلك أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إباحة العلاقات الجنسية، بينما هذه التحفظات أرادت أن لا تكون العلاقات إلا بالزواج الصحيح وقوامة الرجل وسكن الزوجة في مسكن الزوجية وطبيعة حقوقها وواجباتها الزوجية المحددة شرعا والمتعارف عليها في المجتمع الجزائري، والتي تأتي بعض نصوص الاتفاقية المذكورة بما يتناقض معها بشكل واضح وصريح. في عجالة أعرض لهذه المواد. المادة 2 تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية، حيث أبدت الجزائر استعدادها لتطبيق هذه المادة شريطة أن لا تتعارض مع أحكام قانون الأسرة. المادة 9 تحفظت عليها سابقا من قانون الجنسية، لأن قانون الجنسية كان ينص على أن الجنسية الجزائرية تكون للأطفال عن طريق المولودين من أب جزائري. زال هذا التحفظ بعد أن تم تعديل قانون الجنسية وأصبحت الأم مساوية للأب في منح الجنسية الجزائرية للطفل المولود من أم جزائرية. المادة 15 فقرة 4 تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار مكان سكنهم وإقامتهم،
ويوضح التحفظ أن هذه الفقرة ينبغي ألا تفسر بما يتعارض مع أحكام الفصل الرابع من الكتاب الأول والمادة 37 من قانون الأسرة الجزائرية. المادة 16 اشترط التحفظ ألا تتعارض الحقوق المتساوية للرجال والنساء أثناء الزواج وعند فسخه مع أحكام قانون الأسرة. المادة 29 فقرة أولى اشترطت الجزائر عدم إحالة النزاع على محكمة العدل الدولية إلا بموافقة جميع الأطراف. الملاحظ أن هذه التحفظات جاءت لمعارضتها لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري المستمد في مجمله من الشريعة، خاصة مبدأ عدم إباحات العلاقات الجنسية إلا بالزواج الصحيح وقوامة الرجل وسكن المرأة في مسكن الزوجية وطبيعة حقوقها وواجباتها الزوجية المحددة شرعا والمتعارف عليها في المجتمع الجزائري. نعرج الآن على بعض تأثير اتفاقية سيداو على التشريعات الجزائرية في عجالة لنعرف المساواة. نصت المادة قبل ذلك المساواة بين الرجل والمرأة في التشريع الجزائري. نصت المادة 32 من الدستور الجزائري على المساواة وعدم التمييز في نيل الحقوق واستحقاق في نيل واستحقاق جميع حقوق الإنسان أمام القانون وأمام القضاء، والمساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة. كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي. أصلحت الدنيا، عاش الإنسان بخير حياة. أصلحت الدنيا، عاش الإنسان بخير حياة. وهو ما يعني أن المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس في استحقاق جميع حقوق الإنسان موجودة في القانون الجزائري، ولكم بعض النماذج. مثلا في قانون الأسرة أهلية، هناك مساواة تامة بين المرأة والرجل في تحديد أهلية الزواج، كل واحد عنده 19 سنة. هناك أيضا مادة أضافها التعديل وهو وجود الولي بالنسبة للزوجة والزوج القاصر. أيضا الشهادة الطبية قبل الزواج مطلوبة فيهم الاثنين. تعديل سنة 2050 لقانون الأسرة سوى بين الطرفين للرجل أن الحق المطلق في الطلاق، والمرأة لها الحق المطلق في الرجوع إلى الخلع، لأن المرأة أماطة تعديل 2005 اللثام وأزاح الغموض الذي كان قبل 2005، حيث كان القضاء يفهم على يربط الخلع برضا الزوج. إذا كان الخلع برضا الزوج فهو طلاق بالتراضي. لماذا هي تطلق بالتراضي وتعطيه مقابل بدل الخلع؟ أما إن كانت متضررة فلا تكره على الخلع، لأن الضرر يكون لها مضاعف. إنها متضررة تذهب للتطليق. لكن أحيانا الرجل لا يطلق، وهي تعجز عن إثبات سبب من أسباب التطليق المذكورة حصرا في القانون، مثلا الخيانة الزوجية تستند إليها لطلب التطليق، فلا يكون ذلك إلا بموجب حكم نهائي يثبت الخيانة الزوجية. إذ أمام هذه الصعوبة قد تلجأ المرأة مكرهة وهي متضررة إلى طلب الخلع، وهنا معنى أنها تتنازل عن بعض الحقوق وتزيد تعطيه مقابل الخلع. أيضا عدنا من النماذج المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الأسرة الذمة المالية المستقلة، المادة 37. أيضا حتى في الميراث كثيرا ما تثار زوبعة كبيرة حول عدم تساوي المرأة مع الرجل في الميراث، فهناك حالات عديدة يعرفها أساتذة الشريعة تتساوى فيها الأنصبة بين الرجل والمرأة، تأخذ مثله كأن تنحصر تركة بين البنت والأب، وغير ذلك من الحالات. أيضا الحقوق الاقتصادية، المساواة التامة بين الرجل والمرأة في التملك والكسب وجميع الحقوق الاقتصادية. قانون الجنسية المادة 6 معدلة أعطت الحق للأم في أن تنقل الجنسية الجزائرية للأب، فنصت على أن يكون جزائري من ولد من أب أو أم جزائرية، وبذلك أزالت الجزائر وبذلك الجزائر رفعت التحفظ عن المادة 9 لأن قانون الجنسية تغير. قانون العقوبات المادة 303 معدلة
تنص على أن الدولة تحمي الذمة المالية للمرأة المتزوجة وتمنع الزوج من الاعتداء على أموالها، فلا يكون ذلك إلا برضاها. هذا عن نماذج المساواة في القانون. أما المساواة أمام القضاء وهو ما يعني أن كل المتقاضين سواسية أمام إجراءات التقاضي أو استحقاق العقوبة دون أي تفرقة بسبب الجنس أو مقوم آخر، وهو ما نصت عليه الدساتير الجزائرية المتعاقبة وتم التأكيد عليه في تعديل 2016 بموجب المادة 158 أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة الكل سواسية أمام القضاء. المادة 160 تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية. بقتنا مساواة نموذج آخر للمساواة بين المرأة والرجل في القانون الجزائري، وهو المساواة في تولي الوظائف العامة، وهو ما يعني إتاحة الفرص للالتحاق بالوظائف العامة أمام كل من تتوفر فيه الشروط والمؤهلات اللازمة، فمعيار استحقاقها الكفاءة والصلاحية فقط، وهو ما نصت عليه المادة 63 من الدستور الجزائري بقولها يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أي شرط شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. إذن هذه المادة كانت موجودة حتى قبل تعديل 2016، حق تولي كل المناصب للمرأة الجزائرية حتى منصب رئاسة الدولة، خلافا للدساتير العربية التي اشترطت الذكورة للترشح لهذا المنصب. نجد أن المادة 87 من الدستور الجزائري لم تشترط الذكورة. تنازلت الجزائر عن بعض التحفظات في سنة 2008، وذلك بخصوص المادة 9 فقرة 2 بالمرسوم الرئاسي رقم 8426 في 28/12/2008، وكذلك المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية العامة، وهو ما أكده التعديل الدستوري. خلاصة كل ذلك أن الدستور الجزائري نص في المادة 132 على سمو المعاهدات على القانون، وهذه المادة تخول كل مواطن جزائري أن يتدرع بها أمام الجهات القضائية. الجزائر صادقت على سيداو مع التحفظات طبعا، وذلك يجعلها ملزمة بتقديم تقرير أولي إلى الأمين العام للأمم المتحدة تصف فيه وضع المرأة، إضافة إلى تقارير دورية. في النهاية يمكننا القول بأن اتفاقية سيداو تؤمن بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، ونحن نقول بأن المساواة لا يمكن أن تكون مطلقة، لأن المرأة تكمل الرجل ومتميزة عنه، ولكل حقوقه وواجباته التي أقرتها الشريعة الإسلامية والتي نأمل تطبيقها حتى لا نضطر إلى البحث عن المساواة في الاتفاقيات الدولية. أشير فقط إلى بعض الملاحظات على التشريع الجزائري لسد بعض الثغرات، خاصة إذا علمنا وجود بعض البرلمانيين هنا، نطلب منهم أن يرفعوا هذا إلى صناع القرار لسد الثغرات الموجودة للمحافظة على الأسرة والمجتمع بموجب تجريم زواج المسلمة بغير المسلم، خاصة أننا نلاحظ زواج الجزائريات في الخارج بكافر وفي الكنيسة دون أن يجرم ذلك الفعل، وتدخل الجزائر وتستقبل هذه الأسرة تاعها، بل وهي خارجة من الكنيسة ودارت الكواغط وتزوجت مع كافر، ولا يوجد نص يجرم زواج المسلمة بغير المسلم، خاصة أن الردة لم تعد سببا لفسخ الزواج في قانون الأسرة بعد تعديله في 2005، وذلك بإلغاء المادة التي كانت تنص على الردة، إضافة إلى خلو قانون العقوبات من النص على الردة، علما بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، حتى القاضي إذا عاقب يكون حكمه مطعون فيه لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا يوجد نص يعاقب على الردة. أيضا قانون تنظيم الشعائر الدينية في الجزائر لسنة 2006 يعاقب من يحرض الجزائري على تغيير دينه وغفل عن عقوبة الجزائري الذي يغير دينه بدون إرادة، نص على عدم جواز التنصير بدون ترخيص بمفهوم المخالفة أن التنصير برخصة جائز إلى آخر ذلك.
حتى لا تمضي من الاتفاقية إلى تقرير الزواج المثليين والتسوية المطلقة بين الرجال والنساء في الميراث، وتقرير وتقنين زواج المسلمة بغير المسلم، وتعدد الأزواج مقابل تعدد الزوجات. الحل يكون في الالتزام بالشريعة أولا وثانيا وثالثا، وتطبيق المسلمين لذلك، وعدم الاكتفاء بالتغني بها والإضرار بالمرأة بحجة أنها الشريعة هي التي أوجبت ذلك، حتى لا تضطر المرأة الجزائرية للبحث عن حقوقها في صدار أو في غيرها. السلام عليكم ورحمة الله. خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم.